قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبل أحد بين طرفي القمر، فكيف يرد رأى إيش؟ رأى جبل أحد بين طرفي القمر. هذا في مكة، انشقاق القمر حدث في مكة ولم يحدث في المدينة، جبل أحد في المدينة. نعم. يقول: فكيف يرد على من قال إن كسوف القمر لم يحدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال هذا كذاب، اللي يقول الكلام هذا كذاب. الكسوف حدث، القمر نعم ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدث كسوف الشمس في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. نعم.